أسلفت أحد الناس مبلغا، فلما احتجت إليه طلبته منه فقال لي بعدين، ثم طلبته منه مرة أخرى بعد شهر، فلما طلبته منه أعطانيه وزادني. قلت له هذا لا يجوز، قال هذا من عندي، فما الحكم في ذلك؟ لا بأس بذلك، إذا كان الزيادة من غير اشتراط، أنت لم تشترط عليه الزيادة وهو أعطاك إياها من باب حسن القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، قضى الدين وزاد عليه وقال خيركم أحسنكم قضاءً، فلا بأس بذلك. نعم.